السلام عليكم أحبائي المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في حلقة جديدة ووصفة جديدة إن شاء الله مع الشيف عبد اللطيف. اليوم إن شاء الله جيناكم بسكوي ساهل، أي واحد يديرهم في الدار ولا مرا ديرهم، يحتاجوا غير بسكوي أديروه بطريقة غولي، ولكن هذه طريقة سميتها ميموزا غولي. هاد ميموزا غولي سهلة في التحضير بالسيرو، هذا نديرو السيرو باش نفسكوه. ونتمنى ما تنساوش الاشتراك ديالكم ودعم القناة، والطريقة راه جد سهلة سهلة، ما تنساوش الدعم ديالكم وبارطاجيو مع الأصدقاء. هانتوما يحتاجو هنا الكناش شوكولا، كناش شينا إن شاء الله نزلها لكم، الطريقة راه سهلة، الكناش شي حاجة صعيبة. كريم كاناش شوكولا، والطريقة هذه تديروها طريقة ديال بطريقة ديال لي طرونش غولي صغار، تيجيو مزوقين بالكريمة الفوق كاناش شوكولا ومخلطة مع شوية ديال اللوز، اختيار ديالكم، مهم ديروا اي كريمه غير هذه مختصه. وتنديروا لها كريم فرامبواز، ها هو كريم فرامبواز، هاد كريم كيتباع في المحلات، بغيتو ديروا كريم فرامبواز تصاوبوا ولا تشريو فرامبواز وتصاوبوا الكولي ديالكم بحال كونفيتير. الطريقه تجي جد سهله وفي المذاق تجي رائع، وانتم تبعوا معايا حتى الاخر. نتمنى هاد الوصفه تكون تعجبكم. انتم نديروهم دابا يا نقطعو بالسنيطات، طول دابا نحاولوا ما امكن نديرو ديك 5 سنتيم في العرض ديال السنطات. المهم شدو مسطرة وعبرو، غادي نقسمها على جوج بحال هاد، تقسمو على 20 سنتيم، العرض ديالها أصلا 40، 20 سنتيم. من الأحسن تشدو مسطرة وتعبرو، مديروش كي درت أنايا باش تجيبو داكشي قد قد ومعبور، تلويو بهاد الطريقة، طريقة جد سهلة. تبعو معايا هانتوما وتنوقفو على هاد الشكل هذا. وتيجي في المذاق راه رائع وزوين. هانتوما نمشيو نفس الطريقة فيهم كلهم، الطريقة راه سهلة فهمتوهم. ونتمنى الدعم والقناة وتكثر شوية من اللايك، حيت اللايك شوية ترفع الفيديو، والتعليقات ديالكم. وتنشكركم بزاف، تنشكر الناس الجداد والناس القدام اللي تيدعمونا، والناس اللي تيشكرونا الله يجازيهم. تبعوا حتى الاخير ونخليكم على الفيديو.
دابا تنشدهم تندير لهم ناباج، تندير لهم ناباج باش يلصق لينا اللوز هاشي، نزوقهم باللوز هاشي من الجناب. هانتوما شوفوا الطريقة، طريقة جد سهلة. تنحربلوه في اللوز بالطريقة هذه باش يعطي واحد المنظر زوين. تندهنوها مزيان بالناباش كلها، تجي زوينة هاد الكيكة هادي، وتجي تغولي هاد الميموزة رائعة في المذاق ديالها. ونتمنى تجربوها، الطريقة راه سهلة. هانتوما نفس الطريقة، ندير لهم كلهم نفس الطريقة، تبعو إلى الأخير. هانتوما يا بعد ما درنا اليوم اللوز كلهم كيفاش هادشي، نزوقهم بالطريقة اللي عجبكم. تشد الشونتي قشدة طارية تكون مونطية طالعة، تنزل لها شوية ديال الكريم فرومبواز. الطريقة راه جد سهلة، تنخلطو مزيان. ممكن إلا بغيتو تعمروها بهاد الطريقة، هاد الكريمة هادي اللي درت القشدة الطارية مع كريم فرومبواز، وديرها في لاغال ديال البيسكويت، ديروها. تيبقى الاختيار ديالكم، لو شوا ديالكم. ولكن هاد الطريقة ديال ميموزا القانا الشوكولا تجي مع الكريمة تجي رائعة. وي بهاد الطريقة هادي، ونتمنى تكون الوصفة عجبتكم. نتمنى تدعمونا باللايك وبالمشاركة ديالكم والتعليقات، وتبارطاجيو في فيسبوك وفي الواتساب. بالصحة والراحة، دمتم في رعاية الله، حتى الوصفة الجاية إن شاء الله.